في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور يجد في المسيرة ولاهيون أصحاب البصيرة مع السجاد سار والأميرة فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء سوى أهل الفداء وزوار السماء فدائيون تفدي النحور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم وعظم الله لكم ولنا الأجر بذكرى أربعينية سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين راح نكون وياكم بحلقة من جميع محافظات العراق ببرنامج حسينيون حتى الظهور راح نشوف زوار أبي عبد الله اللي موجودين هنا المشاية يا الله يسعدك أنا مرحبا قواك الله قواك الله جيت بغداد بياع مش وقت طالع طالع الساعة بالسبعة صبح اليوم أي اليوم ما شاء الله بغداد هنا مش؟ اي مشي ما صعدت اليوم لا صعدت السيارة من المحمودية للحصوة صعدت تعب شلون ابشر؟ لا الحمد لله وشكرا ماكو تعب عاشت ديادي جاي وحدك وياك لا بس الواحد جاي وحدك شلون الخدمات اللي شفتها اللي الحمد لله والشكر كلها جيدة يعني احنا رغم التحديات عفوا اللي جاي يمر بها الشعب الوطن بشكل عام لكن اليوم جاي نشوف الزوار عازمين على القدوم عازمين على احياء ذكرى سيدي ومولاي ابو عبد الله طبعا هي زياره يعني زياره شو اقول لك عليها زياره ما ادري ما اوصفها لك يعني طبعا ما اوصفها ما اقدر اوصفها متواصل بالزياره ايه متواصل بالزياره كل سنه وهيهات من الذله هيهات من الذله هيهات من الذله اتمنى لك طريق السلام اشكركم الله شكرا شكرا جزيلا اهلا وسهلا شلونك حبيبي؟ عليكم السلام ورحمة الله، الله يسلمك غالي. شلون المعنويات؟ الله والله الحمد لله بخير. تعرف أخبار بالشر؟ احنا ولد ولاية إن شاء الله هنا. الله يسلمك ومنرحب بزوار الحسين سلام الله عليهم. المواكب خدام لهم وهنيئا لهم هذه الخدمة. ونرحب جميع الزوار إيراني، باكستاني، جميع الدول. احنا خدام لهاي الزيارة. انتم اليوم خدام لو زوار؟ خدام احنا خدام وشرف خدام الولاية شرف انها خدام شنو والله سويت فتحت البيوت؟ جميع المواكب مفتوحة بيوتنا، مواكبنا، شوارعنا، شنو يحتاجون احنا خدام لهم؟ والله والنعم احنا هذا مضايفنا من زمان لهم والله وان شاء الله على هالمسيرة باقين دائما بالمواكب ودائما بالبيوت اللي تنفتح بفترة الزيارة اكو زوار مثل ما يقول كل سنة يترددون يترددون عليكم مترددين وعلاقات قوية وعلاقات قوية بين المحافظات بين شبابنا زوارنا دائما على اتصال معهم على الزيارات وان شاء الله يصلونا بالسلامة واحنا خدام لهم الله يسلمك ويرحمهم ان شاء الله الله يساعدك الله يسلمك الله يهديك الله يوفقك الله يخليك طبعا بالبداية احنا من هالمنطقة معزبين ان شاء الله زوار الحسين سلام الله عليه وبهاي المناسبة نعزي صاحب العصر والزمان ونعزي سماحة القائد السيد مقتدى الصدر ومن هذا المنبر يعني نقول لهم اهلا وسهلا بكم واحنا وبيوتنا واهلنا كليتنا بخدمة ابا عبد الله الحسين عليه السلام عن تجربتك كل سنة زيارة الأربعين تجربتك الشخصية طبعا يعني أساني ما أشهد أوصف لك يمكن احنا اليوم ننتظر هاي الأيام مباركة بالثواني خوش وكلنا اصرار وعزيمه لخدمه زوار ابو عبد الله الحسين ونقول لهم اهلا وسهلا بكم وشرفتونا واليوم يعني شرف انه كبير انه نخدم زوار ابو عبد الله اهلا وسهلا شلونك زاير حبيبي؟ قواكم الله الله يقويك عيني احط الله لوجهك عيني من الدياله ليش وقت طالع؟ طلعت اليوم بس كلها سيارات وهاي هم مشينا وسيارات شلون الطريق؟ خطوات الحمد لله خير من الله تمام الحمد لله شلون شفت الاجواء بالطريق والله الاجواء زين الحمد لله زوار قد هاي السنه يعني متوقع انه تفوق السنه اللي فاتت بالاعداد اعداد الزوار اللي موجود سنه عن سنه تفرق اكثر واكثر زياره مولى الحسين عليه السلام بس يعني شلون تقول بعد وقت هم حيطلعون بعد يعني
بعد وكيل. الله يودك عيوني، الله يسلمك يا روحي. نعم مشاهدي الكرام، تواصلنا وياكم من محافظة الحلة وبالتحديد منطقة الإسكندرية بشارع يا حسين. مثل ما تشوفون الآن الصورة خلفي، آلاف الزائرين يعني لغاية الآن متواصلين رغم التحديات اللي جاي يعيشها العراق من تحديات سياسية وتحديات أمنية، رغم أنه كانت في السنوات الماضية موضوع كورونا وما شابه ذلك، لكن هذا لم يمنع الزوار من أحياء ذكرى أربعينية سيدي ومولاي أبو عبد الله. لكن بالتالي اليوم جاي نشوف ملايين الزائرين موجودين في أهم حدث على بقاع الأرض، ألا وهو إحياء ذكرى الأربعينية اللي تتوافد الناس بمحافظة كربلاء من جميع بقاع الأرض سواء أجانب أو عراقيين. ومثل ما تشوفون يعني بالتالي الكرم العراقي معروف ما شاء الله، الكل هنا يعني بجميع المحافظات بجميع المناطق، كل فقير وكل غني اليوم فتح بيته وما مقصر بالخدمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جوا حيلك حبيب إن شاء الله. شلون الطريق؟ والله نعمة من الله، بفضلكم بفضل الدفاع. أجواء الزيارة احنا خصوصا يعني كعراقيين يعني ما منعتنا ظروف لا أمنية ولا ظروف اقتصادية، دائما كل سنة جاي نشوف الزائرين موجودين رغم كورونا سنت سابقا مفخخات وقناص، لكن واليوم نفس الوضع انه رغم عدم استقرار الوضع السياسي والوضع الجو عام، لكن بالتالي يوم جاء الزائرين جاي نشوفهم. والله بالنسبه للزوار هاي يعني هاي الشغلات كلها ما تمنعها، ان شاء الله بفضل الامام الحسين ابو عبد الله هو طريقنا وهو يوحدنا ان شاء الله على طريقنا. حبيبي حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام، احنا حاليا يم موكب بقيه الله الطبي الخدمي، الله يساعدك حبيبي. اهلا وسهلا، الله يسلمك. الحمد لله والشكر خير وبركه. شلون الاجواء اللي جاي تشوفها اليوم؟ والله الحمد لله والشكر، بدايه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. الحمد لله والشكر اللي الله وفقنا انه نقدم خدمه لزائري الامام الحسين وهذا الزحف المليوني. الحمد لله والشكر، جاي يشوفون الدول العالم كلها جاي تتدفق نحو العراق لأداء مراسم الزيارة، وإحنا إن الشرف، وأسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم دائما لخدمة زائرين الإمام الحسين. وتعرفون المبيت موجود عندنا هنا والصف. اليوم مجمع بقية الله الطب الخدمي، أريد شرح يعني مبسط على هذا الموضوع. شرح مبسط، مضيف بقية الله بمضيف يعني استراحة مكان مبيت، وبخدمات مثلا الأكل الريوق والغداء وبمشروبات ساخنة، وعندنا أيضا كادر طبي متكامل الحمد لله والشكر. أي كادر طبي متكامل، كل أي شخص يعني يحتاج علاج متوفر علاج الضغط والسكر، والدكاترة بي محترفين الحمد لله والشكر. مجمع كل الخدمات الطبية، كل الخدمات الطبية بي، وقلت لك متوفر مبيت عندنا متوفر طعام، وإحنا خدام للزوار دائما وأبدا الحمد لله والشكر. الله يسلمك. الله حبيبي شونك، الله يخليك، الله يهديك. اللي نعرفك او اللي نعرفه هنا مجمع بقيه الله الطب الخدمي، هواي خدمات جاي تقدمون غير الطبيه، واللي اعرفه خلفه ما اي الحمد لله. العشرابت والعصاير، وهسه جاي نسوي لهم شغلات هم سريعه لخدمه زوار ابو عبد الله الحسين. هاي طبعا شهاده نعترف بها الى يوم القيامه. انا بقل هذا الطفل، هذا ابني مهدي، انا بقده واخدم الحسين من 2007، وفضل الله يتزوج يوصل عنده طفل واولاد وهسه هذا مهدي جبته جاي على الخدمه وعلى هذا الطريق الحسين، وان شاء الله يكون خادم للحسين. يعني تجربتك الشخصيه انه هي تجاره كل سنه تجارة مربحه مع الامام الحسين، مربحه يعني ما لها مثيل، والله ما لها مثيل. تطي الف تنتج لك اضعاف، تطي بديت من الالف دينار فضل الله ووصلنا لمبالغ قيمه الحمد لله والشكر. تجارة عظيمة هاي للحسين الحمد لله والشكر. رحم الله والديك. أشكرك مشاهد الكرام، وأيضا بالتالي أنا استند على قول أنه لم أجد مثل الحسين مبدعا يخط الحياة دون أصابع، ولم أجد مثل العباس عاشقا يجيد العناق دون أذرع. فبالتالي إحنا اليوم من جاي نشوف هاي الشباب، جاي نشوف هاي الناس، هاي الزائرين يأتون زحفا لكربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية سيدي ومولاي أبو عبد الله. والناس اليوم بكل ما عدها جاي تخدم من قوتها
من حيلها مثل ما نقول الله يسعدك. السلام عليكم. هاي القهوة حلوة مرة. هاي مرة حاليا وبعد ساعة الحلوة. كم سنة صار لك تقريبا؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، نعز العالم الإسلامي أجمع مراجعنا العظام ولا سماحة السيد القائد مقتدى الصدر باستشهاد الإمام الحسين الإمام العباس. إحنا هنا مجمع كامل يحتوي على طبابة، أكل، شرب، مناب، مضيف، كل شيء. صار تقريبا من سنة 2005 إحنا موجودين هنا. من 2005 لحد 2005 عندنا مجمع كامل للطبابة باعتبار المستشفى. شلون بديتوا الموكب؟ انا اريد اعرف بس هاي الجزئيه. انا اتذكر هذا الشارع كان فارق هذا السايد. ايش اقول لك يعني؟ شايف الشاذ المات شاي؟ بدينا به. والحسين بارك لنا كل سنه. والحسين كل سنه جاي يزيدنا بركه. بدينا بشادر، بعدين سندويش، ربك بنا لحد ما بنينا. وهذا كله ثواب ابو علي، لا من عندي ولا من عندك. الله يوفقك يا حبيبي. الله يحفظك، الله يحفظك. كل شيء موجود عندكم؟ كل شيء موجود. شو تريد الزاير يجي هنا ياكل ويشرب وينام؟ يدلك علاج حتى لا سمح الله اذا يريد يسوي عمليه يسوي العمليه هنا. العام صارت سايت العام عندنا اثنين اشخاص، واحد بفتحه بالقلب والثاني صرع. اجهزه جت هنا عالجناهم. عالجتونا شو يريد؟ لا سمح الله شو تريد؟ حتى الولاده موجوده. الله يوفقك، الله يحفظك حبيبي. حبيبي تعال زاير عجل الله يساعدك. السلام عليكم، شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. عظم الله زبط. وأجوركم حياكم الله. خدمة مقبولة. منا ومنكم الله يحفظكم إن شاء الله. شلون الزوار اليوم؟ والله الزوار خير من الله الحمد لله والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان لله ينمو. طبعا ثورة عاشوراء ثورة مستمرة منذ عام 1400 سنة، وتشاهد الجموع الغفيرة من الزائرين على مستوى الشعب العراقي ومستوى الزائرين من خارج بلدان العراق، من إيران، من البحرين، من الكويت، من كل بقاع العالم. هذه الثورة المتجددة، ثورة الإمام الحسين عليه السلام، والشاهد مواكبنا الخدمية اللي موجودة هنا. يعني مواكب خدمية تقدم الطعام وتقدم المبيت. هذا العزوبة شجاعة. أكيد إن هو إحنا بالنسبة لنا إحنا كعراقيين كعرب يعني من الطبيعة إن تكون عندنا شجاعة وتكون عندنا عزوبية، مو مثل باقي الآخرين. والكل يشهد بهذا. أنت لو تيجي هسه تشوف انه موجود على مستوى الطريق من البصره الى ان توصل الى كربلاء، نقدم ما طاب ولد، ما طاب ولد من ماكل، من مسكن، من مشرب، بحيث ان الزائر العراقي او الزائر الغريب اللي جاي من خارج العراق ما يشعر انه هو جاي لمكان غريب. لما يقدم العراقيين وهاي الشباب، طبعا هي مواكب خدميه تمويلها ذاتي. احنا هسه هنا هذا موكب بقيه الله، موكب مسجد الامام الحسين، مواكب خدميه تاسست بعد السقوط مباشره. وشوف بيها كل شيء، بيها طبابه، بيها اكل، بيها شاي، بيها عصير، بيها رقي، بيها فواكه. هنا مواكب بمبيت للزائر، بحسينيه للصلاه، تشوف كل شيء اكو. زين، فالحمد لله والشكر. ان شاء الله الله يتقبل منا ومنكم هذه الخدمه الى سيد مولاي الامام الحسين. ان شاء الله اللي نعرفه هواي ناس تقول يا ليتنا كنا معكم. نعم. فنفوز فوزا عظيما ان شاء الله. ممكن الفرصه والوقت راح ان شاء الله، لكن بالوقت الحالي انتم اللي جاي تسوونه يعني نصره للامام الحسين، نصره لاحياء هذه الشعيره. ان شاء الله الله يجعلنا ويجعلكم من خدام الامام الحسين بحق محمد وال محمد. قلت لك كل ما نقدمه هو شيء قليل بحق الامام الحسين. الامام الحسين ضحى بكل ما يملك، بعياله، بابنائه، باخوانه، باصحابه. فاحنا اللي قاعد نقدم شيء يسير جدا جدا قياسا الى سيد ومولاي الامام الحسين. تجربتك الشخصيه تجاه هذا الموضوع؟ نعم. يعني انت كابو دعاء خادم هنا بالموكب. نعم. تجربتك الشخصيه مع الامام الحسين؟ نعم. فد زياره، فد موقف، فد كذا. والله تجارب عديده. احنا نشوف انه كثير من الناس من خلال الخدمه اللي قاعد نسويها على السنوات هاي اللي مضت، كثير من الزائرين يجي يقول انا من خلال الزياره طلب تفشي يتحقق في داخلي او في امنيتي وتحقق لي. انه انا على سبيل المثال ما عندي ظنى وجيت للزياره وطلبت وانا امشي اتحقق انه انا مصاب بمرض لا سامح الله عجز عنه الاطباء، ايضا من خلال الزياره طلبت انه انا اتماثل الشفاء وتماثل. فهي مو شغله عجيبه يعني على مكارم وعلى المعجزات بالنسبه للامام الحسين وآل البيت اجمعين جدا طبيعيه، جدا طبيعيه وجدا يسيره. والحمد لله والشكر. الحمد لله شكرا. ممنون ممنون. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي انتم مثل ما جاي تشوفون كرم العراقيين اللي موجود هنا، الناس اللي كل سنه تنتظر هذه الزياره حتى مثل ما نقول بالدارج يعزبون لزواره بعبد الله الحسين. واستند على قول الشاعر يقول يا بروح العزيزه وبيها ضحيت الكرم منك ويبطل يا ابو فاضل
وهذا بالفرات نشوفه مو ماي خجل من قصة التاريخ نازل. فبالتالي اليوم هاي الشجاعة والكرم اللي جاي نشوفه العراقيين هو أيضا مبدأ ونهج من نهج سيدي ومولاي والي بيته الأطهار. وخلينا نشوف بالتالي اليوم هنا هذا الموكب اللي جاي يسوون فلافل على ما أعتقد. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. هو حيلك حبيبي. الله يوفقك. رحم الله عليك. الحمد لله والشكر الله هالسنة وفقنا لخدمة أبو عبد الله الحسين. نسأل الله أن يوفق العراقيين أجمعين بحق محمد وآل محمد. والله الخدمات نعمة هاي العام وإن شاء الله يعيدها علينا كل سنة. الله يوفقك يا حبيب. مشاهد الكرام بالتالي مثل ما جاي يشوفون اليوم المواكب اللي موجودة هنا تحاول وبشتى الطرق تقديم كل ما يمكن تقديمه من طعام من مشروبات. وبالتالي اليوم حتى أجهزة طبية وغيرها من الاحتياجات الطبية اللي ممكن يحتاجها الزار بأثناء مشي. بالتالي احنا خلنا ندخل هنا. شبابنا السلام عليكم. هذا منين ينفتح؟ خلنا ندخل حتى نشوف اللي موجودين هنا شنو خدماتهم. السلام عليكم. احنا هذا خلنا اخذه منه. اعطيك انا شكرا. الله يسعدك. الف هلا. كل الهلا. هذا موكبكم يا سنة تأسس. الله موكبنا والله تأسس. يعني بداية تأسيس المواكب. الله يوفقك. خدمات. كل الخدمات قاعد نوزع. وجبة ريوق وجبة غدا وجبة عشاء. إن شاء الله هاي أشبالنا ولدنا على نهج الحسين إن شاء الله ماشيين. على نهج الحسين إن شاء الله ماشيين وما يتغيرون. على نهج أهل البيت. إن شاء الله. وكل سنة وكل عام إن شاء الله بزيادة. شنو تجربتك الشخصية مع تجربتي الشخصية؟ حب الحسين شحشي لك على يعني مع ربعينية الحسين. مع ربعينية الحسين ننتظرها لحظة لحظة إن شاء الله. كل سنة وكل عام إن شاء الله تتجدد هاي الخدمة الحسينية في حق أبا عبد الله الحسين. نسأل من الله أن يحفظ الشعب العراقي ويحفظ أمة محمد. بالنفس إنه إذا ما خدمت سنة عن سنة خصوصا القادم يعني شعوره يختلف. طبعا القادم شعوره يختلف ونشوف كل سنة كل سنة إحنا مثلا هاي السنين لحظة لحظة. كان زيارة الأربعينية لحظة لحظة إن شاء الله إن شاء الله. هاي وجبة العصر من غير العشاء. إيه العصرية خفيفة من غير العشاء. بالليل نسوي كنتاكي يعني أكلاتهم إيه أكلات خفيفة كنتاكي نسوي إيه فلافل كنتاكي قص عندنا شويات مال قص إن شاء الله. وهذا كله قليل حق الزوار وحق الحسين أبو عبد الله. اللي موجودين هنا اللي جاي نشوفهم العرب والأجانب اللي موجودين يعني ما لمس شيء منهم هم جايين مثلا هنا ويشوفون هذا الخدمه وهذا الطعام؟ والله طبعا هاي يشوفون كرم ابو عبد الله وكرم العراقيين وكرم شيعة امير المؤمنين. نفتخر بهاي ونفتخر نقدم لاي زائر اجنبي اي خدمه. ان شاء الله. شكرا جزيلا. قواك الله حبيبي. قوا خيرك حبيبي. الله يخليك. حاره حاره. حاره شو الله. نشوف الترتيب كله هنا مرتبين صمون حاره. ان شاء الله احنا بخدمه الزوار وهاي الخدمة ننتظرها سنة بعد سنة احنا وخدمتهم شرف لنا يعني هاي الزيارة والزائرين خدمة شرف هاي. كم صار لك تخدم؟ صار لنا تقريبا 4 أيام. على مدار السنوات آه. سنين صار لنا سنين بارك. عم مرت سنة عندك ما رحت خدمت؟ لا تتوقف كل الأعمال بهاي الخدمة. يعني مستعد عن كل شيء تتنازل؟ طبعا حتى عن الدوام؟ عن الدوام عن كل شيء عن كل شيء كل شيء. سي الشباب أهل الجنة سي الشباب أهل الجنة. فقلت لك زوارة خدمتهم شرف لنا هذا الخدمة شرف. الله يعزك الله يعزك يا حبيبي. يا مشاهدي الكرام مثل ما جاي يشوفون يعني الآن شيء كبار في السن صغار في السن نساء وأطفال جاي نشوفهم متواصلين ومواكبين على زيارة الأربعين وذكرى أحياء هذه الذكرى ذكرى الأربعينية. فبالتالي احنا نتمنى انه الصحه والسلامه لجميع الزائرين الموجودين والعراقيين اهل الكرم ومضياف. يعني اليوم حتى الاجانب اللي موجودين اللي جايين هنا خاف يعني العام كان 16 مليون زار. فمن المتوقع انه هاي السنه ممكن نعبر حاجز 16 مليون والعراقيين قتها وقدود. حتى اذا دخل 20 مليون زار او 25 مليون زار فبالتالي العراقيين بكرمهم شجاعتهم قادرين يسدون ويوفون ويكفون. فبالتالي متواصلين وياكم لكن هذه انتقال للزملاء وراجعك. وناديون طول العصور حسينيون حتى الطهور.
السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة فهم من نهدوا دب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة مداد العلماء رجال أوفياء مداد العلماء رجال أوفياء سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور في الم...
نعم مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم بحلقتنا من برنامج حسينيون حتى الظهر، قواك الله. الله يحفظك حبيبي، الله يسلمك. الحمد لله نعم. مشاعر؟ والله مشاعرنا يعني جياشة لخدمة زوار الحسين. الحمد لله، احنا نتمنى هاي الزيارة تكمل وتتكامل وتزيد ونقدم خدمة أفضل لزوار الحسين. موفقين إن شاء الله. الله يحفظكم على مدار السنوات المضت، السنوات المقبلة. احنا الحمد لله بهذا الموقع من 2003 ولحد الآن، يعني بعد السقوط بشهرين صار محرم وإحنا موجودين بالإسكندرية، ولحد الآن على مدار هاي السنين كلها إحنا نخدم زوار الحسين والحمد لله. الله يحفظكم إن شاء الله. خير الله يسعدك حبيبي. الله يسلمك حبيبي. حسين على أخوك؟ إيه استشهد بلان صار عمرني. الله يرحمه. الله يرحمه. مين ماشي؟ من بغداد. طلعت اليوم بغداد؟ طلعوا اليوم؟ إيه. طلعت بغداد؟ إيه. من بغداد؟ إيه. من بغداد؟ من الدورة مشيت؟ إيه من دورة. مواكب موجودة؟ موجودين كلهم موجودين. على مدار السنوات اللي مضت تروح متواصل الزيارة؟ إن شاء الله إن شاء الله. في السنة كلنا زقاء، كلنا أخوان مشينا على الطريق. ماكو تعب؟ لا إن شاء الله ماكو تعب. الله ما بتعب حبيبي. لا إن شاء الله. يعني والله من البارحة ولا على السنة فرق. هاي ذكرى الأربعينية تنتظرها سنة عن سنة تنتظرها؟ أي طبعا طبعا والله. أي طبعا كل سنة نروح مشي. ماشي. تجربتك الشخصية يعني مع أهل البيت زيارة الأربعينية صار والله كش كل شيء طبي يصير والله العظيم. أنا هاي السنة رايح وناظر نذر همين ناظر نذر. لا هاي السنة يعني قلت لهم إذا جاني ولد، أنا 4 سنين متزوج وما عندي ولد، 4 سنين الحمد لله والشكر أجاني ولد خير وسلامة. وقلت أنسى أروح مشي. سميت جود. وهذا نذر. وهذا نذر مطلوب. مطلوب. بس 4 سنوات. ومن يجي إن شاء الله ومن يجي أروح أمشي له مشي، قلت أخذ له أمشي مشي إن شاء الله. هاي بركات البيت. أي والله خير وبركة. أي والله ما قصرت. ما الحمد لله. لا ان شاء الله ان شاء الله. يعني هي هم على ليج الامام الحسين ان شاء الله. اي والله ان شاء الله. والله والديك حبيبي حياك الله. قواك الله يا ابي. شلونك حجي؟ لا لا شلون عافيتك؟ لا عافيك. تعبان تعبان؟ اي والله تعبان. منين جاي مشي؟ من نهروان. من نهروان مشي؟ ايه. كم يوم صار لك؟ لا الصبح طلعت. لا بالاربعاء. الاربعاء الصبح. اي والله. اي. وشيخ وكذا صعد السياره. لا لا ما في هيك. هيك مشي. يوم جاي نشوف الناس شو جاي يقدم بالمواكب؟ خدمات طعام وغيرها، شو شفت بالخدمه؟ هو خدمه. والمواكب اللي موجوده؟ زين خدمه. سنه عن سنه افضل. ايه. موفقين ان شاء الله. خليك بالسلامه ان شاء الله. سلام. شو راح تسوي؟ خالد. منين جاي مشي؟ انا مو مشي، انا خادم. خادم. ايه. والله صار لي السنة الرابعة. السنة الرابعة؟ اي السنة الرابعة. اي اهدى اي السنة. وين مكتبكم؟ اي نالا لي قدام لي قدام. والله لفات مي اشكرك. دعموا شاهد الكرام بالتالي متواصلين معكم. شلونك؟ السلام عليكم. اولا نشكر القناة ونعز صاحب العصر والزمان ونعز سماحة السيد القائد المختدى الصدر باستشهاد سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين. والاصلاح ويحفظ لنا السيد القائد المجاهد البطل مختدى الصدر ويحفظ كل شريف يدافع على ولايه امير المؤمنين. الهه ويحفظ زوار الحسين ويحفظ خدمه الحسين ويحفظ قناتكم بجاه الحسين ويخلي لنا خيمه سماحه السيد القائد مختدى الصدر بحق الزهراء. أريد من المهدي عجل الله فرجه الشريف يحفظ سماحة السيد القائد المجاهد البطل مختدى الصدر ويطول بعمره ويخلي خيمة للعراق. وأنا خادم وممنون. خادم لو زاير. أنا خادم. خادم موكب شريفة بنت الحسن. خادمك أبو سارة اللامي. خادم موكب شريفة بنت الحسن. أبو سارة أنا دائما أقول ماكو خادم ماكو زاير راح للإمام الحسين أو خدم للإمام الحسين والله ما وفقه. كنت وفقت حتى النذور
يعني الناس اللي ما عدها يعني اللي طلبت شيء ما خاب ظنهم. أنا خادم. أريد تجربتك الشخصية. أنا خادم. أنا خادم. أنا أقسم لك بالحسين. أنا خذوني الشريفة بنت الحسن البطانية مقرم. قلت لها يا شريفة بنت الحسن أنا زامط بيك وببوك. بجاهك عد الله شافيني وسوي موكب باسمك. وهذا موكب شريفة بنت الحسن. الله وكيل بينات العباس. وأنا خادم وممنون. أي الله شاهد. أي والله بطانية أخذوني لها. الله شاهد. وزامطتها مزامط. قلت لها يا شريفة أنا خادم للحسين وخادم لمحمد الصدر. الناصريه وصلت الكربله بست ايام ورديت ردود للنجف ما شاء الله. اجيت نيابه عن صاحب الزمان ونيابه عن والدتي الله يرحمها ورجعت البارحه لبغداد والان واصل ونسكب العبرات بما ان الايام ستمضي ولكن على العالم ان يدرك ان الحسين قضيه ما كان طالبا منصب ولا طالب حكم ولكن كان قضية الإصلاح وإن كان مطالبا للحكم لضايع يزيد عليه لعائن الله ولكن أبى وقال مثلي لا يبايع مرتد هيهات من الذلة وهذه تعني عدة معاني وليدعي اليوم حاميني وين كان عني ما أجى حماني بذاك الوقت من كنت أمشي بك صدام وينه من طاق لي صورة وقال لي أنا حسيني وين كان الحسين مو اللي بيع العراق الحسين مو اللي بيع العراق الحسين من يحمي العراق الحسين العراق بلد الحسين ونحن كتجرين نساند مطالب سيد مقتده نساند بالمطالب للمطالب مطالب مشروع مطالب وطنية حسينيون حتى الظهور شرارك بأنوار الهداية عليهم راية العباس آية مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية جيوش الانتظار أتوا للانتصار جيوش الانتظار أتوا للانتصار وقائيون حشد الثغور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور السعادة بأيديهم تماثيل الشهادة فهم من نهدوا درب العبادة وخطوا بالدماء نفذ القيادة مداد العلماء رجال أوفياء مداد العلماء رجال أوفياء سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور هذا طريق العلماء هذا من الكوفة ويجي على طريق العلماء هذا الزوار هاي كانت البحثيين 24 ساعة مراقب هذا الطريق مراقب في زمان البحثيين
زوار الأربعينية زوار عبرناهم جايين من الناصرية والعمارة عبرناهم وعلى طريق القاسم وإجوا وعبرناهم وإحنا بالكعود وجبناهم إلى أن النوب احتقلوا السيد احتقلوه من عندهم بالأمن بالأمن فهاي القريولة مالته واحتقلوه عمره 80 سنة اي هذه سيارة بس تيجي سيارة لهناك وترد ما احترموا العمر ولا احترموا المكان ولا احترموا كل المواقع لا الحسيني ولا الله ولا عباده وكل شيء ماكو هذه اعتقلوني اي من أخذت الأمن راح بعد هو دائما بالكذا كذا كم يوم يجي هذه ما أدري بنزلوني للهذه محاجر ويا حمار بس خشمك تقعد ظلمة تقوم تريد تنام ما تقدر فرد شيء عجيب يعني متر بمتر وداق بالطوف يعني ظلمة لو ظلني بعد ساعة متت لا بالله خذوني بيكم دب القمارة هم علي من هم بطل ست بابك انت رجال شايب ما تقدر بميمن شلون تاكل يعني ست بابي عن الضيف عن الزوار ما أعرف قال ولا بطران انت عمي أنا 450 أمس وديت من الأمن من الزوار شجاك أنت لا والله وين بالأمن العامة وين شفنا بالأمن العامة وين يقدر واحد يشوفه ظل أنا لك شنو يعني ظل الصلاة والتعلاء والهذي وكل فريضة الأذان اي ذولا وكوز عاطين ذولا جايين ويا اهلهم عمره 7 سنين 8 سنين هم مساجين بو يمشي لكم ما يندلون حتى نسوان حتى مره خبروني بعده شفيه العداي قامت تتولد بالسجن ما طلعنا المستشفى ما شفنا السيد إلا بالسقوط يا الله طلع عفو اجل الرئيس طبوا علينا ضباط عفو قولوا الله يخلي الرئيس الله يخلي الرئيس ظلينا حتى صار السقوط هذا طلعوني بالسقوط ضربت الطيارات ضربت الأمين ضربت الدنيا ضربت بغداد فكوا البيبان طلعت فالله اشفانا شر البحثيين الطاغية الله يشفينا شرهم والحمد لله والشكر زوار مستمر وخدمة الحسين الحسين سر من أسرار الله الحسين الله طه ملكه ولادي 6 دولار ولادهم والله هو التوجيهات من عنده وإحنا مستمرين على خدمة زوار الحسين ووصية بيها هاي وصانا كل إحنا أنا ابنه كبير على أبويا دير بالكم على خدمة زوار الحسين
وابن الصغير على خدمة زوار الحسين، على طريق زوار الحسين هذا منه. ودي 100 سنة بعد أخدم الحسين، أنا لما أموت لما أموت. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، ولاهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور. يجد في المسيرة ولاهيون أصحاب البصيرة، مع السجاد سهر والأميرة، فقد ضلت بلا حامل عشيرة، سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء، فدائيون
نعم مشاهدي الكرام، رجعنا وياكم من طريق يا حسين من شارع الإسكندرية. مثل ما تشوفون يعني آلاف الزائرين لغاية الآن متوافدين إلى كربلاء، وحسب المعلومات أنه محافظة العاصمة بغداد خرجوا الزائرين وبدت المواكب. شبابنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شواكم الله. الله يقوي حيلك. شلون هالمعنويات وانتم خدامنا؟ احنا انا شرف ان نخدم الزوار وخدمتنا هاي، واي زائر يجي نحطه على الراس. اي والله. عيوني. احنا شو اسمه الان قاعد يتواجدون زوار الايرانيين من جميع الدول. كلهم على الراس نحطهم. وبخدمتهم. واهلا وسهلا بهم. خدمت. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. احنا عندنا مقولة تقول تريد تعرف المعزف تجي غفل. غفل. مو صحيح؟ صحيح. والعزوبية شجاعة. شجاعة. اليوم العراقيين ما شاء الله رافعين راس العراق. كل الهلا كل الهلا بالزوار. خدام للزوار. نخدم الزوار. نخدم الزوار الايرانيين ونخدم اي واحد يجينا لهنا نحطه على راسنا. والله. هذا موكبكم يا سنة تأسس. والله يعني من أولاد اي يعني من صورة 2008 ولحد الان نخدم بها. اليوم لحد الان انا اعتقد هذا الشارع الزوار بدات من وقت تمشي. اي صحيح. عاده يعني هو قبل الزياره باربع ايام خمسه تبدا به الحركه. اليوم قبل يعني الزياره باسبوع وما شاء الله كلش هواي. يعني صار اليوم الثالث يعني احنا نطبخ وذبحنا وخدمنا الزوار. اي الحمد لله وشكرا. الخدمات اللي قدمها والله الصبح ريوقات اجبان بانواعه، خبز حار نخبز هنا، خبز الغداء تمن ولحم لحم عجل، والعشاء خفايف يعني تقلاء كباب مبيت مبيت وحمامات يعني كلها موجوده والحمد لله والشكر. خدمه الله يحفظكم. الله نروح نشوف شبابنا اليوم بهذا الوعي بهذا الحرص بهذا المبدا الحسيني بهذا الفكر انه عازمين على تقديم خدمه زوار ابي عبد الله. خدمتهم خدمه الزوار. احنا تبي يا سنه هنا هاي الثالثه. زين تجربتك مع زيارة الإمام الحسين طلب وتفشي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم الحمد لله والشكر. حجينا الله يسعدك. الله يحفظك. جواك الله. حيلك. منين جيت؟ لا احنا هنا من الإسكندرية. من الإسكندرية. خادم إن شاء الله؟ لا احنا عن يعني هذه القرية؟ هاي القرية مالتنا. هاي القرية. انتم اجواء الحسيني الاربعينية والزيارة ممكن مفرحة لكم بنفس الوقت رغم طبعا جوها الحزين. مو فرحة انه تشوفون ناس هاي الشارع تصير بحياة. ان شاء الله تصير بحياة. لا يعني الناس هنا وبالعادة الايام العادية مسدود الشارع. لا هذا الايام العادية الشارع مسدود. مسدود. بس باثناء الزيارة العالم تمشي به. واثناء شو اسمه من تنتهي الزيارة كل من تنتظرونها انتم سنه عن سنه؟ هو احنا ننتظرها بشوق سنه عن سنه عن سنه. الزوار يجون ان شاء الله. حبيب الله يحفظك. رحم الله والديك. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي مثل ما شفتوا ملايين الزائرين انضموا الان يعني بزياره الاربعين اللي هي الحدث الاكبر على مستوى بقاع الارض على مستوى العالم. حدث بالعراق بمدينه كربلاء سنويا يدخل من 15 مليون إلى 16 مليون وأكثر، ومن المؤكد أنه هذه السنة أعدادها أكثر من السنة اللي سبقتها رغم التحديات اللي جاي نعيشها بالوضع الحالي الجو الوضع السياسي الوضع الأمني، لكن هذا يعني ما وقف حاجز أمام سير الزائرين الملايين الذين أتوا من جميع بقاع الأرض لأجل إحياء ذكرى أربعينية سيدي ومولاي. مشاهدينا الكرام لبيك يا حسين لبيك يا حسين. وهذه عودة للزميل أفر علي من شارع يا حسين بمحافظة النجف الأشرف. لبيك يا حسين. شكر للزميل علاوة أحمد من مدينة الحلة محافظة بابل على نقله الأجواء الحسينية بزيارة الأربعين. كثير الآن من الأفواج خرجت من محافظة أو من العاصمة العراقية بغداد ومن مدينة الحلة متوجهة إلى مدينة كربلاء المقدسة. مثل ما تعرفون إحنا موقعنا في طريق لبيك يا حسين بين كربلاء المقدسة وبين النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة بالتحديد عمود 290. يوم بعد يوم كثافة الزيارة مستمرة، الأعداد كبيرة جدا
الأعداد وصلت إلى أرقام، إلى الآن لم تصدر أرقام رسمية 100%، ولكن بعض الأرقام قد تصنف تلك الزيارة على أنها أكبر زيارة أربعينية في التاريخ. الحمد لله والشكر، الأجواء جيدة، الأجواء جميلة جدا، الخدمة 24 ساعة مستمرة من المواكب الموجودة على ضفتي الشارع. الحقيقة جهود عظيمة جدا من هيئة الحشد الشعبي، من وزارة الصحة، من وزارة الداخلية، وحتى وزارة الدفاع، من بلديات المحافظات المحتضنة الزائرين. كل الشكر والتحية لكل سائقين السيارات اللي وفروا سيارات مجانا لنقل الزائرين بين من المعابر إلى المحافظات المقدسة. الآن اليوم تغطيتنا أيضا راح نركز على موضوعة المواكب الحسينية المتواجدة في طريق لبيك يا حسين من النجف إلى كربلاء المقدسة، وراح نتحدث مع الزائرين وانطباعهم حول الزيارة وأمور الزيارة الأربعينية. خلونا نتجول أحبة المشاهدين وندخل إلى عمق، رغم الصعوبة بالتجول الآن لأن احنا في وسط الشارع المزدحم حقيقة، أعداد كبيرة جدا يعني لم تتوقف الأعداد لا فجر لا مساء لا ظهر، مستمرة على هذا العدد الأكبر، وهذه وقت الذروة تقريبا. السلام عليكم حاج. خلنا ندخل شباب، حتى في بعض الأحيان هناك توزيع لبعض المواد مجانا للزائرين، خاصة الموضوع مثلا أجلكم الله المداسات المناشف، هناك توزيع كبير جدا لين هذا المواد. السلام عليكم. شلونك أخوي؟ إيراني. فارس من وين؟ من إيران. إيران. من وين؟ مشهد، قوم، طهران. هرمزغان، بندر عباس. من بندر عباس. جنوب إيران. جنوب إيران. كيف الزيارة؟ زين؟ عالي عالي. 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 الحمد لله رب العالمين. مشينا سيارة. مشاي عزيزة. مشاي. أنت من وين؟ أنا من جنوب إيران. أنت أيضا من نفس المنطقة. أيوة. كيف شاهدت تقديم الخدمة؟ عالي عالي عالي، كل شيء عالي. مشكورين للشعب العراقي. حامسوا في هذا الزيارة. جيد. جيت من بندر عباس بطائرة أو مشي أو سيارة؟ بالسيارة. بالسيارة إلى الحدود العراقية. إلى حدود العراق. يعني الناس قالوا إنه لأن العدد كبير ماكو خدمات كاملة، صح؟ لو الخدمات. لا لا، الخدمات كاملة كاملة، مشكورين، الخدمات كل كاملة، كل شيء موجود الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله كل شيء موجود. أها ممتاز. أهلا وسهلا بكم. ربي يحفظك. الله يخليك. كيف حاج؟ كيفك حاج؟ حاج ياست. حاج ياس. ياس ياس إيران يزد. أنت من يزد؟ يزد يزد يزد. كيف دخلت إلى العراق؟ علي الحمد لله طالب. خيلي خوب. علي أهلا وسهلا. أهلا. خدمات زين. علي تشكر. الله يحفظك. لا تشكر. هذا واجبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مترحب بك. شكرا. أيضا من إيران. علي. ها؟ علي إيران. جيد الزيارة. ها؟ جيد خدمات؟ أولي ممتاز. ممتاز. هتروح إلى كربلاء مباشرة مشي له سيارة؟ أنا أجد دوميجي. الله يخليك. نرحب بكم. مرحبا. من السعودية. من؟ من السعودية. عندنا أخونا من السعودية، من وين من السعودية؟ من الإحساء، المنطقة الشرقية. من الإحساء. كيف وصلت إلى العراق؟ بالطيارة الحمد لله. بالطيارة إلى مطار النجف؟ إلى مطار النجف. والآن مشاي. مشاي إن شاء الله. الحمد لله. كيف شاهدت أجواء الزيارة؟ جدا ممتاز الحمد لله. ممتاز. اللهم البلاغ الحمد لله. الحمد لله. مع من جاي؟ مع شباب يا راح. مع الشباب، شباب الإحساء. أهلا وسهلا بكم. وكنا واحد يا موفقين. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الله يحفظك. الله يخليك. مثل ما تشاهدون أحبة المشاهدين، رغم نشاهد بالقنوات الفضائية. أهلا وسهلا بك حبيبي. حبيبي الله يسلمك. الله يحييك. أيضا من السعودية. السعودية. جيت عبر المطار. لا عن طريق البر. أنت بر جيت. أها ممتاز. كم يوم يعني تقريبا صار لك؟ من جيت الآن تقريبا 7 أيام كذا. 7 أيام. كيف شاهدت الخدمة؟ ممتازة 100%. ممتاز. خدمات منا. يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم. هذا عذرونا على أي تقصير. ما قصر. ما في تقصير. أبدا ما في تقصير. الحمد لله. تحياتنا لهن. كرم أنتم. ربي يخليك. تحيات لهن بالإحساء. الله يخليك. الله يحفظك. يعني سبحان الله، طريق واحد يمشي به زائر سعودي وزائر إيراني وزائر عراقي وزائر أفغاني، تجمعهم حب شغلة واحدة، هي حب الحسين عليه السلام. لا سياسة، لا فرق، لا تدخلات، لا غيره من هذه الأمور. طريق أرجع وأقول تنصهر الجنسيات بمسيرة الإمام الحسين.
فشيء جميل جدا وراه. شلونك؟ تعال تعال انت تعال. شو اسمك انت؟ مصطفى. مصطفى من وين؟ من النجف. خلي شوف الكاميرا. من النجف؟ ايه. جاي مشي؟ ايه. مشي ما تعبان؟ لا. ليش جاي مشي متعب نفسك؟ مشايه. اي ليش؟ للحسين. للحسين، يعني ما تعبان؟ لا. يستاهل الحسين؟ يستاهل. اي والله والنعم. شلونك؟ زين. شو اسمك انت؟ جنة. وين رايحة انت؟ وين رايحة؟ لماما الحسين. تحبي الإمام الحسين؟ قولي لبيك يا حسين. لبيك. عاشت ايدي، ربي يحفظك. أطفال كبار، عجائز، شيء رائع جميل جدا. تعال، شو اسمك انت؟ سجاد. من وين؟ من العمارة. من العمارة، وين بالعمارة؟ بالمجا. اها، من عمام من العمارة؟ البغنا. أنا بهاد، لعبالي بهاد. الله يحفظك، نتشرف بيك. تعال تعال، جيت مشي؟ اي. من العمارة؟ اي. كم يوم؟ 10 أيام. 10 أيام والله وصلت هنا. وياك منو جاي؟ هذا. صاحبك؟ جيراني؟ صاحبي. اها. زين، ما تخاف بالطريق بوحدك؟ لا ما أخاف. لا والله. وأنا مني أخاف. ليش متعب نفسك وجاي؟ على الحسين. ليش تحب الحسين؟ اي. لا والله. والله. يستاهل الإمام الحسين عليه السلام. شلون ما يستاهل؟ عاشت إيدك يا بطل، ممنون منك، ربي يحفظك. هذا هذا هذا. هذا حب الإمام الحسين يجمع الكل. يجمع اليوم الصغير والكبير. شلونك أنت؟ زين. أخبارك؟ زين. شو عجب ملابس أسود اليوم؟ والله منا أنا ما أعرف. أنت منين أنت؟ منا. عاشت إيديكم على الخدمة الكبيرة. الله يسلمك. أنت تخدم زوار؟ شنو تقدم لهم خدمات؟ شاي، ماي، اكل. اكل. منام يباتون هنا؟ نعم. عاشت ايدك يا بطل، عاشت ايدك يا بطل. ما شاء الله، يعني اذا انتم مركزين على موضوع انه اغلب الخدام اعمارهم اقل من 15 سنه، استمرار المسيره الحسينيه استمرار كبير جدا. خلينا ندخل بعد، خلينا ندخل. تعال. خلينا ندخل. هاي بفلوسهم مجانا. ها يقيسون الوزن ما شاء الله. اذا الخدمه كبيره جدا. خل ندخل بعد. شلونك؟ اوقف اخوي، اوقف. انا وياك. السلام عليكم. ايراني. السلام عليكم. انت من ايران؟ ليش لابس نظارات؟ يعني ما بيها شيء عيونك زينه؟ ها الحمد لله. من وين؟ من ايران. فارسي. ايران. طهران. إيران. مشهد. من مشهد. كيف اجيت؟ سياره او طياره؟ طياره. مطار نجف؟ نجف. هذا. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. مرتاح؟ شكلك تعبان. ارتاح. طبعا ما شاء الله، يعني مختلف اليوم وسائل النقل. ممكن قبل 30 سنه ما حد ممكن يصدق انه يكون النقل بهذا الطارد. حسب الاحصائيات الرسميه انه تقريبا كل 30 ثانيه او 45 ثانيه هناك طائره تهبط في مطار النجف الاشرف، حسب بعض الاحصائيات. لان قبل عده ايام كانت كل دقيقتين كانت تهبط طائره، فما شاء الله العدد كبير جدا ببركات الامام الحسين. شو مشكل عراق افغاني؟ شو مشكل؟ لا احمد سلام، لا تقدر ترجم لي. انت مرز افغاني ممنوع. انت زائر عراق. شنو صاير ممنوع؟ افغاني ممنوع عراق. انا قبل قليل شاهدت علم افغان. شو ممنوع إيران؟ حكومة أفغانستان، حكومة باكستان هي منعت الزائرين. أنت شيعة، شو مشكل؟ جميع إحنا. شو مشكل شيعة إيران؟ نعم. هنس سيطروا لو سيني. أنت إيراني؟ أنت أفغاني. أفغانستان. كيف دخلت؟ إيران. داخلين كل الجنسيات. شو؟ ما أقدر أفهمك. طبعا أحبة المشاهدين، هنا عندنا الزائر من افغانستان يشكل اليوم على عدم دخول بعض الزائرين من افغانستان وباكستان. هناك تصريح رسمي لحكومة باكستان وافغانستان هي من منعت الزائرين من الوصول العراق. مثل ما انت اليوم افغاني وداخل هنا، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك، الله يخليك. فالشيء اليوم بعض الحكومات هي التي منعت اليوم دخول، لان شاهدنا اعلام باكستانية واعلام افغانستانية قبل قليل دخلوا الى هذا الطريق مثل ما قلنا المؤدي. كل التحية والشكر إلى ملاكات وزارة الصحة الإيرانية اللي أيضا شاركت
وتساعد شقيقتها وزارة الصحة العراقية بتقديم الخدمات الطبية للزائرين من مختلف الجنسيات. شلونك أخوي؟ شلونك بعد؟ من وين؟ أنا من النجف. من النجف. سهلة المشي مالتكم؟ إيه. كم يوم توصلون؟ أنا 3 أيام. 3 أيام؟ أها، يعني تمشي، يعني تمشي على كيفكم مرتاح. من وين من النجف؟ من أبو صخير. كانت عندكم مواكب؟ إيه صح. كملتوا مواكبكم لو بعد؟ اي كملنا وجينا مشي. عاشت ايدك، ممنون منك. الله يخليك، الله يخليك. هلا بحجاجنا من اي مكان، ربي يخليك، الله يحفظك، اهلا وسهلا بك. الحقيقه الكثافه مثل ما قلنا انه ميزه هذا الشارع المؤدي الى كربلاء المقدسه بالتحديد، هو اقرب الى النجف الاشرف 22 كيلو. هو شارع متعدد الجنسيات، ما تشاهد انه هناك اغلبيه عراقيه في هذا الشارع. عدد من الدول مقسمة على تقريبا الإيرانيين والعراقيين، باكستان، أفغانستان، السعوديين، الكويتيين، البحرانيين ومن دول أخرى. فما شاء الله أنه تقريبا أنه جامعة للأمم هذا الشارع. فأحبة المشاهدين، إحنا مستمرين وياكم وأترككم مع هذه اللقطات المباشرة لزائرين أربعينية الإمام الحسين. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. من منطقة، من مرقد الحمزة الشرقي عليه السلام،
أحد أحفاد إمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام من هذه المنطقة، منطقة من قضاء الحمزة في محافظة الديوانية. نرحب بكم وبرنامج حسينيون حتى الظهور، ومعي لفيف من أهل هذه المنطقة الذين يتكلمون والذين يكرمون الزوار من كل صوف وحدب، والقادمين من المحافظات الجنوبية، من البصرة، من ميسان، من ذي قار، من السماوة، بعد أن أكرموا الزوار وأتموا واجبهم أمام زوار أبا عبد الله الحسين انتقلوا إلى هذه المناطق، يمشون ويسيرون على أقدامهم نحو قبلة المحبوب والمعشوق الإمام الحسين كربلاء المقدسة. معي أحد خدمة المواكب الحسينية في منطقة، في هذه المنطقة، منطقة الحمزة. كل يعني عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب، ونتمنى لكم إن شاء الله الموفقية في هذه الخدمة التي تقومون بها لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين وخدمة السائرين إلى كربلاء. كيف تنظر أو ما هي الخدمات التي تقدمونها للزوار وأنتم يعني المعازيب وأنتم أهل الكرم في هذه المنطقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بقدومكم الكريم. الخدمة ثق اليوم بس خدمة حسين، وش ما تخدم الزوار تحظى بشرف زين. اسم الكريم الاسكريم كريم القيم، قيم الحمزة الشرقي. كريم القيم، نعم. نحن من قضاء منطقة الحمزة. نعم نعم، تفضل. احنا قضاء الحمزة الشرقي نرحب بزوار أبي عبد الله وبتراب زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام الله. وفي كل عام نحيي هذه الشعيرة ونقدم للزوار بكل غالي ونفيس، ونفتح بيوتنا لكل الزوار، زوار أبي عبد الله الحسين. يعني عندكم مناسبات، خدمات، أكل، شرب؟ الخدمات متوفرة يعني من يعني شرد أقول لك، من بداية صفر إلى نهاية، من أشهر إلى نهاية صفر. شنو الخدمات؟ خدمات مبيت والغذاء والغداء والعشاء والملابس نغسلها ماتين، ويباتون الزوار في بيوتنا إلى أن نطلعهم ونوشيهم. موفقين إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، ربي يحفظكم. أيضا هنا معي أيضا خادم من خدام الحسين عليه السلام ومن أصحاب المواكب الحسينية. كيف تنظرون إلى هذه المسيرة وأهميتها بالنسبة لكم، وكيف تنظرون إلى الأعداد؟ هل عندكم القدرة أنه أنتم تخدمون هذه الأعداد؟ والله الحمد لله والشكر، سنة إحنا صارنا من زمان هنا وعينا على أبانا وعلى أجدادنا، الحمد لله والشكر. احنا نخدم من اول يوم اول يوم محرم وفاة الامام الحمزة لحد نهاية صفر. احنا مواكبنا مستمرة، هذا مواكب ام المصائب زينب كسبة الامام الحمزة، مرقد بن احمد بن هاشم الغرايفي الملقب الحمزة البحراني، واحنا ان شاء الله في خدمة زوار الامام الحسين، وان شاء الله الى يوم الى اخر يوم من صفر ان شاء الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. انت من خدمه المواكب ان شاء الله، المواكب ايضا ان شاء الله. كلمني عن الخدمات اللي تقدمون، كيف تنظر الى تعاون الزوار وياكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك هو من يعظم شعار الله فانها من تقوى القلوب. حقيقة احنا نسر، رغم هي مناسبة حزينة، لكن احنا خدمة المواكب نسر بهذه الخدمة، خدمة الزائرين الذين يتوافدون علينا من كافة المحافظات وكافة أنحاء العراق، نقوم بخدمتهم. وكان تعاون الزائر معنا تعاونا جيدا حقيقة في تنظيمه، في أموره، في هواي الأمور نحن نقوم بها. نحن نقوم بخدمة للزائر من خلال مسكن، ومن خلال تقديم له الأكل والشرب على والضيافة، نعم، والمبيت أيضا والسكن، كل ما يحتاجه الزائر حقيقة. نحن نسر ذلك وبرحابة الصدر طبعا حقيقة. جزاكم الله خير الجزاء. أيضا ألتقي بالحاج، ألتقي بالحاج، مشاهدينا أيضا ألتقي بالحاج من الزوار الأكارم، الحاج أبو حيدر من أهل البصرة. نعم، حياكم الله حاج. أهلا وسهلا. تكلمني عن الهدف، وما الهدف من هذه الزيارة، وكيف تنظر إلى تضحيات الإمام الحسين عليه السلام، ونحن أيضا في نهضته، نعيش أيام نهضته الحسينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وأتم نعمه بعلي المرتضى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره أمير المؤمنين علي سيد الأوصياء وعلى آله وصحبه ومن والاه. في مقدمة الحديث نرحب بقناة الأيام التي نرحب بقناة الأيام التي أخذت ما أخذها من المسيرة الحسيني بالتغطية الكاملة ابتداء من البصرة إلى منطقة الحمزة قضاء الحمزة وبرفقة الأستاذ أبو محمد جواد صاحب القناة كاظم الحاوي. فمرحبا بك وبالقناة. كيف تنظر إلى هذه النهضة، نهضة الحسين وهذا الجذب الكبير؟ نعم أستاذ العزيز، إن نهضة الحسين سلام الله عليه خلانا النقاط على الحروف وأجملها لنا بأربعة نقاط عندما اتجه إلى العراق وخطب بأصحابه وقال: أيها الناس، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا طامعا ولا مفسدا ولا سلطانا. هسه هذني الخمسة إذا ترجع لتحقيق هذني دنيا. إذا ما هي الغاية المرسومة التي أرادها الإمام الحسين سلام الله عليه من مسيره ومن شهادته ومن تضحيته، والهدف المرسوم؟ اسمع النتيجة اللي أرادها الإمام الحسين. ألا وهي إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا طامعا ولا سلطانا، وإنما أنت أستاذ أداة حصر، وإنما خرجت لإعادة الدين الذي انتهكه الأميون في ليلة وضحاها، الدين الذي قومه رسول الله صلى الله عليه وآله وقومه أمير المؤمنين بسيفه وخديجة بأموالها، انتهكه الأمويون وأصبح لا شيء. فهدف الحسين سلام الله عليه ومغزى الإصلاح أولا، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا طامعا ولا مفسدا ولا سلطانا، إنما خرجت لأحياء شريعة جدي من أجل أن آمر بمعروف وأنهى عن منكر والإصلاح فوق الشيء كل شيء. ماذا توجه من رسالة إلى الشباب اليوم اللي سايرين إلى كربلاء؟ والله حقيقة أستاذنا العزيز، الإمام الحسين هم حققنا وأكدنا على هدف سامي في واقعة كربلاء الدامية التي ما جرى بالتاريخ بمثلها، أكد على أمر مهم وهو الصلاة. الإمام سلام الله عليه في قلة أصحابه وفي شدة الموقف التفت إليه أبا تمام الصائدي، قال له: مولاي ابن رسول الله، لقد حان وقت الصلاة. فاش قال الإمام؟ قال له: رحمك الله تعالى، رحمك الله وجعلك من المصلين، والله ما قاتلنا إلا من أجلها. أجلها يعني منه؟ نصيحتك للشباب التزم بالصلاة، أخلاق المسيرة. نعم، أخلاق المسيرة بها أخلاق. نعم، التأدب بنود المسير الحسيني. ليش؟ لأن هذا المسير أولا شوكة في عيون اليهود والنواصب، وهذا المسير له حسابات كثيرة. فهذا المسير لو أنا المتكلم أعرف قدر نفسي أمام أجره عند الله سبحانه وتعالى، والله ما خالفت بقيت شعره، والروايات كثيرة كتب الله له في كل خطوة 70 حجة، أو قبلها حجة وعمرة وقبلها 100 إلى آخر رواية، يقول كتب الله له في كل خطوة 100,000 حسنة ورفع له 100,000 مقام، وذهابه وإيابه لا يعد من عمره. ولكن اسمعونا أيها الشباب، ولكن هنا المشكلة، ولكن بشرطها وشروطها، ومن شروطها آداب المسير. شكراً.
حياكم جزيلا. اهلا وسهلا، ونتمنى لكم ان شاء الله الموفقيه. نعم، وقبول الاعمال. آمين. وان تصلوا بالسلامه ان شاء الله كربلاء. آمين. ونسالكم الدعاء بنيابه عني. نعم. وعن كادر نكون خدام لكم، وهذا المنبر الإعلامي يكون خادم. قصيدة هي ختامية أيضا. نعم. الإمام الحسين أستاذنا الكريم، لا أرض ككربلاء، الكاف للتشبيه أنت أستاذ. لا أرض ككربلاء ولا زمن كعاشوراء ولا حياة بلا سيد الشهداء، تمر السنين وتسقط الطغاة ويبقى الحسين سفينة النجاة، ويبقى الحسين سفينة النجاة. يا سيدي بعد شوية ناخذ من وقتك، حياك الله. وأخيرا وليس بأخير، إن شاء الله لنا لقاء آخر معك ونكون معنا وياكم بالطريق إن شاء الله. حياك الله أستاذنا. شكرا جزيلا. عالم الحسين أبو حيدر العامري. فأهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله. هذا ما كان اليوم اللقاءات مع زوار أبي عبد الله الحسين وأصحاب المواكب، وأيضا الناس أصحاب البيوت والمضائف. نبقى وياكم ومن منطقة الحمزة في الدوارية. مع السجاد سهر والأميرة، فقد ظلت بلا حامل عشيرة، سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء. فدائيون تفدي النحور، حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني، يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين. ولاهيون طول العصور، حسينيون حتى الظهور. هذه التغطية المباركة للزيارة الأربعينية الحسينية، الآن أصبح وقت صلاة المغرب، أكثر الزائرين دخلوا إلى المواكب لأداء هذه الصلاة جماعة. الحقيقة يعني متوفرة أماكن صلاة كبيرة جدا في هذه المواكب، وبالخصوص في هذه المنطقة بالتحديد موكب الإمام الرضا، اللي يعتبر من أكبر المواكب الحسينية المتواجدة بطريق لبيك يا حسين.